السلام عليكم. هنحل شيت لين ريجريشن. السؤال الأول بيقول when asked the model used in simple linear regression a student response expectation of yi يساوي بيتا نود زائد بيتا 1 xi زائد epsilon i what was the student's mistake. طيب أول حاجة يعني expectation أصلا هنقدر نعرف ال expectation في السياق اللي احنا فيه ده إن هو ال average value of y i يعني expectation of y i هو ال average value of y i لما نكرر تجربة عدد كبير جدا من المرات. وبالتالي السؤال ده كان بيقول ايه؟ بيقول دلوقتي الستيرنت قال ان ال average value of y i لو عملت التجربة عدد كبير جدا من المرات هيتحدد بالمعادلة دي. بمعنى ايه تاني؟ بمعنى ان هو بيقول لو نرجع للخط ده مثلا عندنا x i مثلا اللي هي احنا دلوقتي بنجيب الافريج فاليو اوف اي اي ونكرر التجربه. نكرر انهي تجربه او ازاي بنكرر التجربه؟ بنكرر التجربه عن طريق ان احنا نثبت الاكس اي، نعمل التجربه كلها مثلا العربيه ماشيه، كل مره بنمشي العربيه من الصفر ونيجي عند تايم معين، عند تايم يساوي مثلا ثانيتين مثلا، نقيس قيمه السرعه. وبالتالي عملت التجربه اول مره وجيت عند تايم ثانيتين او خلينا تايم قليل هنا تايم ثانيتين وقست السرعه، راح طلعت لي قيمه مثلا هنا تمام، وبعدين رحت وقفت العربيه ورجعتها مكانها تاني، وبعدين عدت التجربه من اول تاني شغلتها تاني، وعن تايم ثانيتين قست قيمه تانيه للسرعه عند نفس التايم ثانيتين هطلع لي فاليو معينه هنا مثلا تمام. عند قيمه عدت التجربه تاني طلعت لي قيمه هنا، عدت التجربه تاني طلعت لي قيمه هنا، كل ده عند نفس قيمه الاكس اي. هو ده اصلا معنى المساله. دلوقتي بجرب عمال اعيد نفس التجربه عند واسجل القرايات عند نفس الاكس اي واسجل الواي اي هتساوي ايه. طيب احنا عندنا في البتاع ده دلوقتي طبعا هو بيتكلم على البيتا نود والبيتا 1 اكس اي اللي هو الترو لاين، يعني هو بيتكلم على الترو لاين فعلا. فالترو لاين اللي هو الاكس اللي هو الاسود ده احنا عارفين ان الترو لاين ده هو اللي بيمثل فعليا بيمثل العلاقه الحقيقيه ما بين التو فاريبلز، والابسلونز دي عباره عن ايرورز في القياس او اي حاجه عشوائيه غلط حصلت سببت ان الدنيا ما تبقاش دقيقه قوي يعني. طيب هل انا دلوقتي لما اكرر نفس التجربه واجي عند نفس الفاليو للتايم واقيس السرعه هل انا متوقع ان دايما يعني سيب اللي احنا رسمناه ده كده كله، نفترض ان اول مره طلع قيمه الفي او قيمه الواي هنا، هل انا متوقع اللي هي يعني اللي هي في ابسلون مثلا في ابسلون اي حاجه يعني، هل انا متوقع ان انا كل ما اكرر التجربه واطلع القيمه الاقي القيمه تطلع هنا بنفس الابسلون دي؟ اكيد لا، احنا عارفين ده هو الخط الحقيقي. فبالتالي لما اكرر التجربه مره القيمه تطلع فوق بشويه، مره تطلع تحت بشويه، مره تطلع فوق بشويه، مره تطلع تحت شويه، مره تطلع عليه، بس في الاخر هي بتحوم حوالينه ان دي هي القيمه الحقيقيه. فبالتالي حتى مهما حصل ايرور في القياس لو جربت عدد كبير جدا من المرات هلاقي هنا مثلا لو القيمه دي مثلا كانت 2 ماشي، مره هيطلع لي مثلا 2 1 من 10 او 2 2 من 10، مره هتطلع لي 1 8 من 10، ومره هتطلع حاجات في النص كتير. لما اجمع دي كل القيم دي على بعضها واقسمهم على عددهم انا غالبا هطلع ان الافرج بتاعي اللي هو الاكسبكتيشن لما اكرر التجربه عدد كبير جدا من المرات هيطلع تقريبا بيساوي 2، هيطلع الافرج الحقيقي هيطلع على اللاين. فبالتالي الغلط هنا ان هو قال ان الاكسبكتيشن اوف الواي اي بيساوي بيتا نود زائد بيتا 1 اكس اي زائد ابسلون اي. الغلط ان الاكس اي الابسلون اي دي مش موجوده، ان انا لما اكرر التجربه كتير جدا من المرات الابسلون مره هتبقى موجب مره هتبقى سالب هيلاشوا بعض، هتلاقي ان في الاخر وصلنا للقيمه الحقيقيه في الاكسبكتد فاليو الواي اي هي البتاعه دي من غير الابسلون اي. طيب السؤال الثاني فاكس السؤال الثالث بيقول when asked about the importance to simple linear regression model of assuming that the distribution of the error variable is normal a student responds for the least squares to be valid the distribution of epsilon must be normal what was the student's mistake. طيب في هنا سؤالين، يعني ايه اولا الايرور فاليبل از نورمال ويعني ايه ليست سكويرز. الايرور فاليبل ده المقصود بيه اللي هو الابسلون اي، يعني بفترض ان الابسلون اي نورمال ديستريبيوشن. طيب ده معنى ايه او ايه معنى الافتراض ده؟ معناه ان انت دلوقتي عندك برضو هات اي نقطه، هات مثلا عند نقطه بيساوي تي يساوي 2 واعمل التجربه مثلا 100 مره. معنى ان انا فارض ان الابسلون نورمال ديستريبيوشن ويز مين زيرو ماشي وفاريانس ايا كان، ان دلوقتي الابسلون
بيتغير او الديستريبيوشن بتاعه عامل كده، وده معناه ان في الميت تجربه اللي هكررهم الاقي ان غالبا قيم الابسلون هتتراوح ما بين القيمتين دول، القيم قريبه جدا من الصفر. يعني مثلا ممكن في الميت تجربه الاقي 80 مره الابسلون من في الحته دي، وال20 الباقيين تلاقي الابسلون يكبر شويه من الناحيه دي او يصغر شويه من الناحيه دي. يعني في غالبيه التجارب الاقي ان القيمه اللي طالعه لي للواي قريبه من اللاين قوي، وممكن تطلع مره تطلع هنا ومره تطلع هنا، بس بروبابيلتي قليله. فده كده الفرض بتاع النورمال ديستريبيوشن اوف الابسلون، غالبيه غالبا هيطلع في الحته دي، وبروبابيلتي ان هو يكون ابعد هتقل زي ما الجاوسيان ده بيقل. طيب ايه بقى الليست سكويرز؟ احنا كنا قلنا ان احنا بيكون عندنا شوية سامبلز، 3 سامبلز دول مثلا، وبنقول ان احنا عايزين نرسم الخط اللي في النص تقريبا ما بين السامبلز دي. فكلمة في النص بين السامبلز دي كلمة مايعة شوية او الحب يعني. احنا ازاي بنحقق الكلام ده رياضيا؟ بنحققها عن طريق موضوع الليست سكويرز ده، بمعنى ان انا فعليا برسم الخط اللي يخلي لي مجموع مربعات الايرورز ما بين السامبلز وبين الخط اللي انا برسمه اقل ما يمكن. معنى الميثود اوف ليست سكويرز بتقول ان انا عايز اخلي، لو انا عندي 3 نقط بس، انا عايز اخلي ال E1 تربيع زائد ال E2 تربيع زائد ال E3 تربيع اقل حاجة ممكن. انا برسم الخط ده بحيث ان اخلي مجموع الحاجات دي او بيخلي الحاجات دي اقل حاجة ممكن. ليه بستخدم ال E ما بستخدمش ال Epsilon؟ لان مجددا احنا اصلا ما نعرفش الابسلون، احنا ما عندناش الخط ده، ما نعرفش هو الابسلون اي ايه بالظبط، ولا نعرف البيتا نود، ولا نعرف البيتا واحد. احنا معانا شويه سامبلز وبنحاول نفت الموديل بتاعنا عليهم، فبالتالي انا اعرف اتحكم في الايرور ده. انا في الحقيقه انا بتحكم في بي واحد والبي زيرو، دول الاستيميتد موديل بتوعي، انما ما اقدرش اتحكم في الابسلون ولا في البيتا نود ولا في البيتا واحد. دي بتمثل الترو لاين اللي انا اصلا ما اعرفوش واللي انا بحاول اوصل له. فبالتالي انا بحاول مينيمايز مربعات الـ E1، مجموع مربعات الـ E1 والـ E2 والـ E3. طيب من المعادلة دي نقدر نقول إن الـ سينكس المعادلة تحت هتلاقي إن واي أي يساوي بيتا واحد إكس أي بيتا نود زائد إي أي، وبالتالي الـ EI عبارة عن واي أي ناقص بيتا واحد إكس أي ناقص بيتا نود. وأنا عايز أمينيمايز، نسميها ال او نسميها جي مثلا، عبارة عن سيجما من اي بيساوي سيجما على اي، يعني واي اي ناقص بيتا واحد اكس اي ناقص بيتا نود تربيع. انا بحاول مينيمايز مجموع الايرورز تربيع. طب عشان انا مينيمايز بفاضل وبساوي بالصفر، هفاضل الاول عندي 2 بارامترز بتحكم فيهم اللي هم البيتا نود والبيتا واحد. فبالتالي عشان مينيمايز هفاضل مرة بالنسبة لبيتا نود اساويها بالصفر، وفاضل مرة بالنسبة لبيتا واحد اساوي قصدي بي نود اسف اساوي بالصفر، ومرة بالنسبة لبي واحد اساوي بالصفر. فيبقى عندي بارشال جي باي بارشال بي زيرو يساوي 2 سيجما على اي 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 ناقص بيتا واحد اكس اي ناقص بيتا زيرو في مشتق الدهب اللي هو ناقص واحد يعني، واساوي بالزيرو. ونفس الكلام اشتق بالنسبه لبيتا واحد لبي واحد واساوي بالزيرو. بتاع دي المعادله دي مهمه جدا بالنسبه لنا دلوقتي، انا هحاول هكمل فيها شويه هستخدمها بعد كده. طيب اولا انا بساوي ده بصفر، ده الثوابت مش تفرق. هحط السيجما دي، هلاقي ان السيجما هفك السيجما يعني على الثلاث حاجات، يعني هلاقي ان سيجما واي اي ناقص سيجما على الاي برضو بيتا واحد بي واحد قصدي اكس اي ناقص سيجما على الاي بي زيرو يساوي زيرو. طيب دول فيهم ايات، فبالتالي ده السيجما هتفضل زي ما هي، انما ده كونستنت. فبالتالي عندي سيجما من اي، لو عندي ان بوينتس سيجما من اي بيساوي واحد لاي يساوي ان، هنلاقي ان السيجما دي عبارة عن ان بي نود، عندي بجمع بي نود زائد بي نود زائد بي نود ان مرة يعني. فهيبقى عندي ان سيجما واي اي، حطيت دول مع بعض تاني ولا فيكس خليهم كده، ناقص سيجما لا قصدي بي واحد سيجما اكس اي على الاي يساوي ان بي نود،
وبالتالي البي نود هتساوي ايه؟ البي نود هتساوي الكلام ده على الاي ناقص الكلام ده على الاي على الان، اسف، بي نود هتساوي بقسم ده على الان وده قسم على الان. طيب دلوقتي لو جمعت كل الواي اي وقسمتهم على الان، عندي واي اي، عندي كل الواي ايز اللي عندي الثلاثة دول، مثلا هنا هنا في واي واحد النقطة دي، وهنا واي اتنين، وهنا واي تلاتة، التلاتة دول جمعت تلات أرقام وقسمتهم على عددهم، يبقى أنا كده بجيب الأفريج بتاعهم. تمام، فبالتالي سيجما واي اي على ان عبارة عن الواي اي بار الأفريج بتاع قيم الوايات للداتا اللي أنا جبتها. طيب ناقص بيتا واحد، ناقص بي واحد آسف، سيجما الإكس اي على ان برضو عندي بوينتس الاكس كومبوننتس البوينتس التريننج اكزامبلز اللي انا جمعتها او السامبلز اللي انا جمعتها، بجمعهم واقسمهم على عددهم، فبالتالي بجيب الافريج يساوي بي نوت. طيب لو جينا نعيد ترتيب المعادله دي هنلاقي ان واي اي بار بيساوي بيتا بي واحد اكس اي بار زائد بي نوت. طيب النتيجة دي كده مهمة جدا بالنسبة لنا هنستخدمها بعد كده برضو، ان الخط يعني نلاحظ دي نفس المعادلة الأصلية. المعادلة الأصلية كانت بتقول ان واي اي، بس دي كانت جنرال يعني، واي اي بيساوي بي واحد اكس اي زائد بي نود. تمام، هنلاقي ان معناه ايه؟ معناه ان الافريج بتاع كل البوينتس بيحقق المعادلة دي، يعني ده الخط بتاعي اللي انا عامل له استيميشن، او الخط اللي انا بعمل بيه استيميشن للترو لاين. هنلاقي ان احنا الواي اي بار والاكس واي بار بيحققوا معادلة الخط ده. بمعنى ايه؟ بمعنى اي خط ارسمه استيميشن، دلوقتي عملت استيميشن للخط ده، الخط اللي انا رسمته عن طريق الليست سكوير ميثود، لو عندي تلاتة بوينتس مثلا اللي هم مثلا واحد واربعة، دول التلاتة نقط اللي طلعتهم، اتنين وخمسة وتلاتة وعشرة، دول القرايات اللي انا جبتهم عن طريق التجربة يعني. الخط اللي انا برسمه ده لازم ولا بد يمر ب الافرج بتاع وبمعنى ادق لازم لما اعوض فيه بالافرج بتاع الاكسات يديني الافرج بتاع الوايات، يعني لازم اعوض الافرج بتاع دول كام، واحد واثنين ثلاثة وثلاثة ستة، الافرج بتاعهم اتنين، الاكس بار يساوي اتنين والواي بار يساوي اربعة وخمسة تسعة وعشرة 19 على تلاتة، مش عارف ده ايه يعني. المهم ان انا الخط اللي هرسمه ده اللي بيمر في النص بالظبط، او اللي بيمينيمايز الليست بيمينيمايز السكوير ايرورز يعني، لما اعوض فيه باتنين لازم يديني 19 على 3. وبالتالي كده عندي معلومه ان دي نقطه فاليد على الخط، لو انا عايز اعمل اي حاجه ليها علاقه بالخط ده اقدر اعوض، او لو عايز اي نقطه على الخط ده من غير ما ارسمه، من غير ما اجيب كل البارامترز بتاعته، من غير ما اجيب البي نود والبي واحد بتوعه، انا عارف ان مهما كان لازم هيمر بالنقطه دي، فبالتالي دي نقطه انا متاكد ان هي موجوده على الخط، دي معلومه هنستخدمها برده يعني. طيب بالمثل نقدر نفاضل بالنسبة لبي واحد ونجيب علاقة تانية، هيبقى معادلتين في مجهولين يعني، هيبقى المعادلة دي هيبقى فيها بي نود وبي واحد، المعادلة دي طبعا لما سويت دي بالصفر طلع لي معادلة فيها بي واحد وفيها بي نود. طيب المعادلة التانية برضو لما فاضل بالنسبة لبي واحد وساوي بصفر هيطلع لي معادلة تانية فيها بي نود وبي واحد، دول بقى معادلتين في مجهولين، حيث المجهولين هما بي نود وبي واحد، المفروض نحلهم مع بعض بقى ونطلع بي نود بيساوي كام وبي واحد بيساوي كام. طيب نرجع بقى للسؤال، كان بيقول for the least squares to be valid the distribution of epsilon must be normal. الكلام ده مناظر لانه يقول مثلا ايه، لانه يقول عشان ارسم خط بيمر في النص بالظبط ما بين النقط انا محتاج ان الابسلون 1 ده يكون نورمال. واضح ان مفيش علاقه بين الكلام ده وبعضه يعني، يعني انا دلوقتي لو افترضنا دلوقتي انا الشكل ده افترض ان الابسلون نورمال ماشي متماثل حوالين المين ومش بيبعد قوي. طيب لو افترض ان انا جبت كان الابسلون ده مش نورمال، كان بيتغير بصوره مختلفه شويه، بمعنى مثلا عندي خط كده ماشي، لو ده كان الترو لاين وانا جيت هنا عند اكس صغيره كان الفرق صغير، وبعدين عند اكس كبيره بقى الفرق كبير، فرق عمال يكبر بشكل يعني نكبره كده اكتر، فرق عمال يكبر، ده كده ايه المفروض ان القيمه كانت تكون هنا مثلا، بس طلعت هنا مره وطلعت هنا مره وطلعت. بالتالي دلوقتي الابسلون ما بقاش نورمال، ان هو دلوقتي عند الاكسات الصغيره الابسلون صغيره، عند الاكسات الكبيره الاكسات كبيره، فالابسلون ما هواش متماثل بشكل
يتبع الديستريبيوشن ده حوالين المين بتاعه او حوالين الخط ده، فده مش نورمال. رغم كده اقدر اقول لك ارسم الخط اللي بيمر في النص بالظبط بين النقط، وبرضه هترسم خط قريب من الخط ده، وفي نفس الوقت بصورة رياضية اكتر عشان اجيب البي نود والبي واحد اللي هم الحاجات اللي عملت فاضلت وسعيد بالصفر. المعادلات دي ملهاش اي، ما اعتمدتش باي شكل من الاشكال. المعادله دي مثلا التقادم بتاعها من زي 1 زي 0 ما اعتمدش باي شكل من الاشكال على الابسلون اصلا، او معتمد على الديستريبيوشن بتاع الابسلون. انا كده كده هعرف مهما كان الديستريبيوشن الابسلون، هعرف اجيب الخط اللي بيمر في النص او اللي بيمينيمايز السكوير ايرورز، حتى لو السكوير ايرورز دي كبيره او مش تتبع نورمال ديستريبيوشن. طيب السؤال اللي بعده يعتبر حاله مبسطه شويه، بيقول لك ان الترو لاين، ماشي، ان انا عارف ان الترو لاين هياخد الشكل ده، لكن طبعا مجددا ما اعرفش قيمه البي واحد ايه، ولا اعرف الابسون عامل ازاي بالظبط، لكن عارف الشكل ده. الشكل ده بيقول ايه؟ بيقول ان مفيش بي ده زيرو، مع ان انا عارف ان البتاع بيمر نقطه الاصل، عارف ان الترو لاين هيمر من نقطه الاصل، مفيش نقطه تقاطع مع محور الواي. طيب دلوقتي عايز اعمل استيميتور للكلام ده، فهو عايز استيميتور لبيتا واحد اللي هو عايز يجيب البي واحد يعني. هنقول ان الواي اي، ماشي، بيساوي بي واحد اكس اي زائد الايرور او زائد اي اي مثلا. انا عايز اجيب البي واحد عن طريق ان انا ايه، عن طريق ان انا مينيمايز الايرور، فهعرف الجي تاني بيساوي سيجما من واحد لان الايرور اللي هو واي اي ناقص بي واحد اكس اي، وطبعا الترم اللي هو الاكس اللي هو البي زيرو اتشال دلوقتي، فعايز افضل بقى بالنسبة البي واحد، ممكن ميبقاش بارشل عشان ده مفيش بي زيرو اصلا، بس قشطة يعني تربيع طبعا. فيبقى هنا في 2 سيجما واحد لان واي اي ناقص بيتا واحد ناقص بي واحد اكس اي في ناقص اكس اي، فاهم كده؟ ده بيساوي صفر عشان انا بفاضل بساوي بصفر عشان اعمل مينيمايزيشن، فهيبقى ممكن افكس للسالب والاتنين عشان هتلاقيه بيساوي صفر. فقشطة، هيبقى عندي سيجما من واحد ل n واي اي اكس اي ناقص سيجما من واحد ل n ناقص بيتا واحد مثلا سيجما من واحد ل n اكس اي تربيع بيساوي صفر. فبالتالي هتلاقي ان البيتا واحد عبارة عن سيجما واي اي اكس اي على سيجما اكس اي تربيع. طيب السؤال اللي بعده شبهه، ففاكس ده السؤال اللي بعده. You will prove that P node the least squares estimator of beta node in the simple linear regression model y يساوي الكلام ده is unbiased. طيب يعني ايه unbiased؟ معناه كلمة unbiased معناها ان الاكسبكتيشن of P node بيساوي البيتا نود. طب ده معناه ايه؟ معناه زي ما احنا قلنا كده هناخد سامبلز كتير او بنعيد التجربة كذا مرة، وكل مرة فيهم فيها عدد من السامبلز. لو انا عملت 10 تجارب، كل تجربة استخدمت فيها 100 سامبل، وكل تجربة هجيب بيتا نود معينة، في بيتا نود وفي اول تجربة، وبيتا نود وفي تاني تجربة، وبيتا نود في تالت تجربة، وهكذا. كل مرة باخد سامبلز عشوائية من مثلا الوقت، من الوقت المسافة او الكلام يعني ايا كان، يعني باخد سامبلز عشوائية هيطلع بي نود في كل مرة. هو بيقول ايه بقى؟ معنى ان الاكسبكتيشن اوف بي نود يساوي بيتا نود، ان انا لو عملت ال 100 تجربة بتوعي دول وطلعت بيهم 100 قيمة للبي نود مختلفين، لو جبت الافرج بتاعهم بتاع كل البي نودز دول هيطلع هو البيتا نود. فبالتالي التجربة الواحدة انا مش متوقع ان البي نود يساوي البيتا نود، لكن لما اكرر التجربه عدد كبير جدا من المرات 100 مره 1000 مره ايا كان، واخد الافرج بتاع كل البي نودز دول، هكون متوقع لو هو انبايست ان الافرج يساوي البيتا نود. هو ده تعريف الانبايست اصلا، الاكسبكتيشن اوف ده يساوي ده. طيب عشان نحل السؤال ده بنرجع لنتيجه اثبتناها قبل كده، هي النتيجه دي، ان المين بتاع الانبوتس والمين بتاع يعني بتاع الاوتبوتس بيحقق معادله الخط بتاع الاستيميشن اللي انا عامله. وبالتالي انا دلوقتي عشان نحل المساله دي بنقول ايه؟ بنقول ان البي ان الواي بار بيساوي
بيتا واحد اكس بار زائد بيتا نود، زائد بي نود. انا هنا ما عنديش اي حاجه تانية اعملها غير المعادله دي، لان اصلا معيش اي معلومات، معيش مش مديني مثلا، مش مديني سامبلز وانا ممكن احسب منها حاجات، مش مديني اي حاجه عامه. هو بيبقى عايز حاله عامه يعني، والقانون ده حاله عامه ناتجه مباشره من التفاضل لو احنا شغالين بالليست سكويرز يعني. فعندنا دلوقتي الواي بار بيساوي بيتا 1 اكس بار زائد بيتا نود. لو خدنا الاكسبكتيشن او هات البي نود في طرف لوحدها، هتلاقي البي نود بيساوي واي بار ناقص بي واحد اكس بار. اكسبكتيشن اوف بي نود اللي هو عايزه، عايز يثبت ان هو بيساوي بيتا نود عشان يبقى unbiased، بيساوي اكسبكتيشن اوف واي بار ناقص بيتا واحد اكس بار. تمام. طيب الاكسبكتيشن ده linear operator، فنقدر نفك يعني الكلام ده، نقدر ان هو بيساوي اكسبكتيشن واي بار ناقص بيتا واحد اكسبكتيشن اوف اكس بار، او لحظة اسف، لحظة واحدة، ناقص الاكسبكتيشن اوف بي واحد اكس بار على بعضها كده. طيب من خواص الاكسبكتيشن برضو ان الاكسبكتيشن اوف اي بي بيساوي الاكسبكتيشن اوف اي في الاكسبكتيشن اوف بي، لو افترضنا ان الاي مستقلة عن البي يعني مش معتمدين على بعض كراندوم فاريبلز. طيب فنقدر نفك دي كده، نقول ان الاكسبكتيشن بي نود بيساوي اكسبكتيشن واي بار ناقص اكسبكتيشن بي واحد في اكسبكتيشن اكس بار. طيب دلوقتي عندنا ثلاث حاجات عايزين ايفالويتهم، اكسبكتيشن اوف واي بار، اكسبكتيشن اوف بي واحد، اكسبكتيشن اوف اكس بار. طيب اول حاجه نبدا بيها اكسبكتيشن اوف بي واحد. expectation of B1 معناه ان انت لو خدت عدد ضخم جدا من السامبلز وحسبت ال B1 لكل مرة عملت فيها التجربة، متوقع ان الافرج بتاع كل ال B1 دول بتاع كل التجارب دي هيساوي ايه. احنا متوقعين ان هو يساوي البيتا واحد، احنا اصلا ده كانت عارفين اللي بنقول من الاول خالص، احنا عملنا تجارب كتير جدا الخط ده هيقول الخط ده، وبالتالي ال B1 تبقى هي البيتا واحد. طيب فكان نقدر نشيل دي ونحط بيتا واحد. طب ليه ما شلناش دي وحطينا بي نود على طول؟ ان ده هو عايز يثبته يعني، هو دلوقتي يعني هو ده بيقول اثبت ان لو، كانه بيقول يعني اثبت لو بقيه البارامترز ماشيه حسب الاصول يعني، اثبت ان دي هتكون unbiased. وبالتالي هو البي واحد ما قالش ما مش عايز يعني، هو بيخلينا نستخدم معلومه ان بي واحد، ان بي واحد unbiased مباشره من غير ما نثبتها، ان هو اكيد مش هيخلينا نثبت الاثنين في نفس الوقت يعني، ولا جايز ما اعرفش، ماليش دعوه يعني. المهم ان بي واحد ماشية طبعا القواعد عادي، فبالتالي ال expected value of بي واحد هي البيتا واحد. طيب عندنا دلوقتي ال expected value of y of x bar و expected value of y bar. هنا يعني يجي سؤال، هي مش ال x bar دي عبارة عن مين وال يعني هي average او مين يعني؟ ال expected وال expectation برضه هو يعتبر مين او يعتبر average برضه بشكل ما. فبالتالي ايه معنى ناخد ال average بتاع ال average هنا، او ايه معنى ناخد ال average بتاع ال average هنا؟ في الاخر ده رقم افريج بتاع كل السامبلز، الاكس الاكس بارتس في السامبلز، ده الافريج بتاع الواي بارتس اوف السامبل يعني. هنا برضو بنرجع لنفس التعريف، اكسبكتيشن اوف رقم معين يعني، او اكسبكتيشن اوف اي حاجه، مع ان لو كررت التجربه عدد كبير جدا من المرات وطلعت باكس بار في كل مره، هاخد كل الاكس بارات اللي طلعت بيهم في كل تجربه واجمعهم على بعض واقسمهم على عددهم ويديني ده الاكسبكتيشن اوف اكس بار. طيب ايه الاكسبكتيشن اوف اكس بار؟ نرجع بقى تاني للحته اللي انا كنت ضايفها مخصوص بتاعت دي بتاعت المسافه، المسافه بين الكليه. افترضت ان الاكس نفسه عباره عن راندوم فاريبل، عباره عن جاوسيان ديستريبيوشن له مين 10 كيلو له فاريانس معين ايا كان. قلت ان احنا عندنا مليون طالب، تمام، وبعدين بناخد سامبلز مثلا اوف حجم 1000، تمام. فانا في اول مره انا عايز اعمل مثلا 10 تجارب، 10 تجارب كل تجربة فيهم باخد 1000 طالب، أسأله بعدك إيه عن ال عن 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 الكلية، ووقت التوقع عشان توصل الكلية قد إيه. الفكرة في حاجة بقى دلوقتي، لو المليون طالب بيتبعوا ال distribution ده، وأنا خدت منهم 1000 بصورة عشوائية تماما، لو خدت 1000 عشوائيين بشكل حرصت إن هو يكون عشوائي يعني،
ساعتها هلاقي غالبا ان الالف دول الديستريبيوشن بتاعهم هيكون شبه الديستريبيوشن ده بالظبط، هيكون برضو غالبية يعني اذا كان غالبية المليون المسافة بينهم بعد منهم من الكلية مثلا في حدود 10 كيلو، فبالتالي الالف اللي انا هاخدهم بعشوائية غالبا هتكون غالبيتهم برضو البعد بينهم وبين الكلية في حدود 10 كيلو، تمام؟ ان انا واخد ده تعريف ان انا اخد حاجة بعشوائية اصلا يعني. فبالتالي لو المين الاصلي بتاع الداتا الكلية اللي هي بتاع العشر بتاع المليون طالب عبارة عن 10 كيلو نسميه مثلا ميو، هيكون المين بتاع السامبل دي اللي هي الالف طالب بس غالبا هيكون برضو ميو، يعني هياخد مثلا هيكون برضو ميو، توزيع الالف دول هيكون برضو ميو، ولو خدت الف تانيين برضو هيكون المين بتاعهم ميو، الف تلاتين المين بتاعهم ميو، وهكذا هيكون نفس المين بتاع الديستريبيوشن بتاعهم يعني. تمام. طيب احنا دلوقتي عايزين الاكسبكتيشن بتاع الاكس بار، الاكس بار ده اللي هو المين بتاع التجربة الواحدة، فهنقدر نقول ان الاكس بار ده نفسه هو اصلا الاكسبكتيشن بتاع الاكس اي، مش كده؟ يعني ايه الاكسبكتيشن بتاع الاكس اي؟ يعني نرجع تاني هنا للكليه، هات طلبه عشوائيين، هات عدد كبير جدا من الطلبه العشوائيين واسالهم بعدكم عن الكليه قد ايه، هتلاقي واقسم الكلام ده على عددهم، اجمع النتائج دي اقسمها على عددهم، هتلاقي ان غالبا نتيجه القسم على العدد ده هيدي لك الميو اللي اتكلمنا عنها دي، وبالتالي الاكسبكتيشن اوف الاكس اي اللي هو بيساوي الاكس بار هيساوي الميو. تمام كده، خدت مثلا 1000 طالب وسألتهم عن بعدهم عن الكلية وطلع الاكسبكتد فاليو لكل او الافرج بتاع كل اجوبتهم هيساوي ميو. تمام كده جبت الاكس بار نفسها اللي هي الاكسبكتد فاليو والاكس اي، فانت عايز بقى الاكسبكتد فاليو والاكس بار، معناها انك تكرر نفس التجربة دي مرات كتير جدا، يعني تجيب كل مرة 1000 طالب وتسألهم وبعدين تقسم النتيجة الكلية. طيب دلوقتي 1000 طالب لوحدهم ادولك نتيجة ميو، طيب اول 1000 طالب سألتهم قالوا لك او وصلت ان متوسط اجاباتهم ميو، طيب تاني 1000 طالب هتلاقي متوسط اجاباتهم برضو ميو، تالت 1000 طالب متوسط اجاباتهم ميو، هتعمل التجربة 1000 مرة 2000 مرة هتلاقي ان كلهم هيدوك متوسط اجاباتهم ميو. تمام، فبالتالي الاكسبكتيشن والاكس بار عبارة عن كل الميوهات دي، مثلا لو انت عملت تجربة واحنا قلنا عايزين نعمل تجربة كام 10 مرات تقريبا، والله عايزين نعمل تجربة 10 مرات كل مرة 1000 طالب، كل 1000 فيهم بيدولك ميو، طب انت عايز تعمل 10 مرات، فهتلاقي عندك دلوقتي يبقى عندك 10 ميوهات، يبقى 10 في ميو وبعدين تقسمهم على عددهم 10 فيساوي ميو، فبالتالي الاكسبكتيشن اوف اكس بار كان ميو، والاكسبكتيشن اوف اكس اي برضو كان ميو، فبالتالي الاكسبكتيشن اوف اكس بار بيساوي ميو بيساوي ميو بيساوي الاكس بار نفسها. فبالتالي ده كل ده عشان نوصل ان احنا نقدر نشيل الاكسبكتيشن اوف اكس بار دي ونحط مكانها اكس بار شخصيا، فبالتالي الاندبندنت فاريبل اللي عندنا نقدر نعتبر دايما ان الاكسبكتيشن بتاعه هو نفسه، او اسف الاكسبكتيشن بتاع المين بتاعه هو المين بتاعه. عامة الفرض الجاوسيان ده اللي هو انا فرض اصلا الاكس جاوسيان ده فرض انا مش اخترعتوش يعني، هما دايما بيفترضوا في الاندبندنت فاريبل ان هو يبقى حاجه اللي هو اسمه اي اي دي اللي هو اندبندنت وايدنتيكالي ديستريبيوتد فاريبل، وبيقولوا ان الاندبندنت ايدنتيكالي ديستريبيوتد فاريبل بيفولو نورمال ديستريبيوشن فاكس يعني. المهم ان الاخر نقدر نشيل الاكس بار الاكسبكتيشن اوف اكس بار ونحط مكانها الاكس بار نفسها عشان ده هيحصل على طول. طيب بقيت بقى اخر حاجه اللي هي الاكسبكتيشن اوف الواي بار، نفس الفكرة. ايه معنى expectation of y bar؟ معناه ان انا كررت التجربة مرات كتيرة جدا وطلعت ب y bar في كل مرة، وبعدين جمعت كل الحاجات دي على بعضها وقسمتها على عددها، ال y bar هتبقى عاملة ازاي؟ او النتيجة هتبقى عاملة ازاي؟ احنا قلنا دايما ان اي علاقة اي حاجة لها علاقة بالعلاقة بين ال y وال x بالعلاقة بالخط ده، لو كررنا التجربة عدد كبير جدا من المرات هنقول في النهاية الى true line، لو عملنا التجربة مئات المرات دايما هنقول في الاخر الى الترو لاين، دايما الاكسبكتد فاليوز لاي حاجه لها علاقه بالعلاقه بين الواي والاكس هتقول دايما الى الترو لاين. طيب فهنقدر نقول ان احنا لو كررنا تجربه كتير جدا اللاين بتاعنا اللي هو الاستيميتد لاين هيبقى هو الترو لاين، واحنا قلنا ان الاستيميتد لاين بيحقق المعادله اللي بتقول ان واي ان الواي بار يساوي بي 1
اكس بار زائد بي زيرو، لكن في حالة ان احنا بنجيب الاكسبكتد فاليو يعني بنكرر تجربة كتير جدا، فبالتالي البي 1 او بالتالي الواي بار مش هتحقق بس معادلة الاستنتاج، هتحقق معادلة الخط الحقيقي. فهنقدر نشيل الواي بار ده ونحط مكانه ايه، يعني الاكسبكتد فاليو اوف واي بار عبارة عن بيتا 1 اكس بار زائد بيتا نوت. وبالتالي نقدر دلوقتي نعوض ان الاكسبكتيشن اوف بي نود بيساوي اكسبكتيشن اوف واي بار، اللي هو في حالة لما كررنا تجربة كتير جبنا الخط الحقيقي، زائد بيتا نود ناقص بيتا 1 اكس بار. فهنلاقي ان دي تطير مع دي، وهيبقى ان الاكسبكتيشن اوف بي نود بيساوي البيتا نود، اللي هو اللي احنا كنا عايزين نثبته اصلا، ان الاكسبكتيشن اوف بي نود بيساوي البيتا نود. يعني لو كررنا التجربة عدد ضخم جدا من المرات وافرجنا البي نود هنوصل للبيتا نود.